أنا أؤمن دائماً ببناء الإنسان. الثروة الحقيقية اللي نملكها هي الأشخاص اللي حولنا بكل طاقاتهم، بكل قدراتهم، إمكانياتهم العلمية، قدراتهم التواصلية. القائد الناجح هو القائد اللي يبني فريق أقوى منه ويبني أشخاص يستطيعون مواصلة المسيرة ومواصلتها بشكل أفضل منا. جزء من عملنا الدائم في مجال الصحة العامة أن نحن نبني قدرات الأفراد في مجال الصحة العامة، والبناء يتم طبعا عن طريق الدراسات العلمية الأكاديمية، وهذا شيء نشجع عليه جميع العاملين معنا. لكن في نفس الوقت نحن نعقد حلقات تعليمية بين فترة والثانية، الخبراء عندنا يقدمون آخر ما توصل إليه العلم في مجالات معينة ويحضرونها الجميع. في نفس الوقت نحن نحرص على أن احنا نبني ضمن الفريق روح العطاء المبنية على السعادة. الشخص السعيد يستطيع أنه يعطي أكثر من غيره. نحن فخورين في الصحة العامة أن عندنا فريق خاص للسعادة. هذا الفريق يقدم مبادرات كثيرة، هو المشرف على الجلسات الأكاديمية العلمية اللي نحن نسويها، التكامل الروحي بجميع أجزائه جزء من عمل هاي الفريق.